ومعايا النهارده النجمه الجميله نجمه مصر طبعا هبه سيسي. ارحب بيكي وبقول لك منورانا النهارده من عدسه جنان مصر في العرض الخاص لفيلم الحب حكايه. انتوا اللي منورين، منورين دايما ان شاء الله. النهارده هبه طبعا انت مشرفانا في العرض الخاص للفيلم، جايه عشان رامي عياش ولا حد تاني؟ لا طبعا جايه ابارك لكرو العمل كله، ايمان العاصي، رامي عياش، استاذه فؤاد غطاس، فان شاء الله يبقى عمل قوي ويحقق ايرادات جامده، واهم حاجه يعجب الناس ان شاء الله. تتوقع ايه من رامي عياش؟ هو مطرب ناجح جدا، انا من الفانز بتوعه كمطرب، ان شاء الله ابقى من الفانز بتوعه كتمثيل. لا اكيد هيبقى ممثل قوي، ان شاء الله يبقى عمل جامد، انا متوقع ان هو يبقى عمل ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هبه السيسي ايه اللي جاي؟ بصور شطرنج دلوقتي الجزء الثاني، الثاني الثالث لرمضان. بعمل دور جوليا، فرد من افراد المافيا من العصابه، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه تعجب الناس. طب في حاجه جديده بتحضريها لرمضان؟ والله في كذا حاجه بس لسه مش يعني فبس ان شاء الله تبقى سنه حلوه ان شاء الله عليا وعلى الجمهور وعلى كل الناس. يا رب تبقى سنه حلوه ان شاء الله.